إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدان السي العربي المساري رحمة الله عليه ورزق أهله الصبر والسلوان وفقدان لشخصية وطنية فدة، مدرسة من المدارس الحية التي تجسدت في أرض الواقع في الإعلام والسياسة والثقافة والتاريخ، بصمة بعطاءته ومواقفه وأخلاقه التاريخ الحديث لبلادنا على المستوى الإعلامي والسياسي. كان وقد اشتغلت إلى جانبه ومعه سواء على المستوى السينمائي أو على المستوى الإعلامي في إصلاح وإعداد مشروع مدونة الصحف والنشر، والتي تفضل برئاسة لجنتها في سنة 2012. كان رجل الحوار ورجل التوافق ورجل الحرص على انطلاق من المشترك لتقليص دائرة المختلف فيه. كان رجل الحرص على الإنصاف والوقوف إلى جانب مهنة الصحافة والتذكير دائما بأن الحرية هي الأصل، وأن علينا أن نناضل حتى نجسدها وحتى نحقق مقاصدها في إطار وطني، من في إطار وطني وفي إطار يحفظ أخلاقيات المهنة أيضاً.